واستمنع الله تعالى رضوان ان يخص الإدارة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن ولو واستجد من هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطاء وخطاء وانشر من قصة المولد النبوي برود نيسان نبقرية ناظما من نسب شريف إغدة تحل المسامع بحلا واستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدري صلوات أي خدا كريم تراو بر روزه رسول كريم